الاتصالات بعبد الله من القاهرة، تفضل يا عبد الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل بالقراءة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قاصرات الطرف لم يتمثل قاصرات ضم التاء، قاصرات لم يتمثل لم أعد القراءة، لم يطمثهن، لم يتمثهن، لا اكسر الميم يا عبد الله، يطمي يطمي. شوف يا عبد الله التليفون بيقطع وفي حروف بتسقط في الكلام، فأنا عايزك تعيد الآية تاني معلش. فيهن قاصرات الطرف قاصرات قاصرات الطرف لم يتمثهن، لا دي طاء يا عبد الله، طاء لم يط لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب بص يا عبد الله، بص أي نون مشددة، أي نون مشددة لابد تديها غنة بمقدار حركتين في الوصل أو في الوقف. في الآية هنا عندك نون مشددة في الوصل ونون مشددة في الوقف. النون المشددة الأول في الوصل لم يطمثهن إنس هكذا، والثانية في الوقف ولا جان، ما تقولش ولا جان كده خطأ، ولا جان قول كده الآية دي تاني. لم يطمثهن إنس، لم يطمي اكسر الميم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت برضو كأنهن الياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان طيب يبدو أن الاتصال قطع مع عبد الله. طيب أسماء من الإسماعيلية، تفضلي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس. قلقلي الطاء يا أسماء، لم يطأ، لم يطمثهن، صح كده؟ أيوه كده صح. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لا بصي خلي بالك من النون في جان، لابد تقفي عليها بغن حركتين. ماشي. جان. ماشي. أقولها من أول ولا جان على طول؟ أيوة ولا جان، تفضلي. ولا جان. زوديها كمان شوية. زودي النون كمان شوية. ولا جان. ماشي زي بعض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. الياء في ألف هنا أسماء، الياقوت، الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دونهما جنتان. فبأي بارك الله فيك يا أسماء، آخرنا الآية الواحدة والستين. طيب كاميليا من دمياط، حاجة كاميليا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قولي تاني، قولي تاني. لم يطمثهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شوف النون المشددة يا حاجة كاملية، النون المشددة في جان لما تقفي عليها لازم تقفي عليها بالغنة. جان.
كده. حاضر. قوليها كده تاني. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لا مش جان، أن كده، لا أن كده. ولا جان. ولا جان. شوفي أن. ولا جان. كده أحسن، ماشي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما، دوسي على الكسرة شوية. فبأي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربي، ربكما، ربكما. أيوة تكذبان فكأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت. كأنهن الياقوت والمرجان. شوفي حاجة كاملية. عندنا في نون مشددة تكررت مرتين. كأنهن، لازم أديهم غنة. كأنهن الياقوت والمرجان. ما تشيليش الألف، قولي الياقوت. الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بارك الله فيك. حاجة كاملية لكن ضغطة كده بسيطة على كسرة الباء في ربكما. أحسنتي.